Oh,
We are coming to the end, almost to the end.
We want to call our bride and the groom for the cake. I'm not afraid to die.
Thank you.
the lady for the bride to throw her bouquet. Okay, DJ, can you play some music, please? You do you.
So, that was hard. Some people had moved, not too bad. And I have a request from the ministry, from the mothers, from the church. They want to present a gift for our bride. So I would love you to come. The sisters and mothers from the church, they wanted to give you a gift. Hallelujah. Hallelujah. Nihna kakelisa bita asawra rohia. Nihna moksutin piyom bita nila. Kumonasa bita ahuna mokur. Wahuna rose. Nihna moksutin gitten gitten kumonasa bata. ربنا يبارككم فكتاب المقدس بيقول المرأة الحكيمة بتبني بيتها والمرأة الجاهلة بتهدم بيتها بإيديها فأنا بقول لك يا روز أنت حكيمة قدرت تحافظ على بيتك 19 سنة حتى قدرت تأمينا في يوم بتاع الليلة فإحنا مبسوطين جدا جدا فأنا بقول لك كمان لما قدرت تحافظ على بيتك سنين اللي فاتت أنت حتقدر كمان تحافظ على بيتك أيامتها جاية أو كمان تكمل مشوارك في زواجك باسم رب يسوع المسيح. فأخوي مبر أنا بقول لك ربنا يباركك ويوسع تقوما وكمان أنا بقول لك زمن اللي أنت بتلقاه أديه للروز فما تكون زي ملك لما يجي يحكوا قصة بتاعت يوسف يوسف الملك يعني كل ما يحكوا قصة بتاعت يوسف أي زول بيقول طوال بيقول هاي المرأة بتاع الملك كان حجم على يوسف، المرأة بتاع الملك حجم على يوسف، لكن الناس ما في زول يوم من الأيام قدر يتذكر إنه الملك كتاب المقدس بيتكلم عنه إنه هو ما بيعرف أي حاجة في البيت غير الطعام، يعني بس بياكل ويطلع يمشي. رغم إنه كان سلم يوسف بعض الحاجات في البيت، لكن في بيته هو ما بيعرف أي حاجة غير الطعام، بياكل بس ويطلع يمشي. فهناك في تقصير. هل المرأة دي تكابس يوسف؟ فأنا بقول لك أنت ما تقصر. اي زمن انت بتلقاه وقت انت بتلقاه هديه لروز فشكرا على الفرصه وهديه بسيطه احنا عايزين نقدمها لك باسم سيدات بتاع الثوره الروحيه يهمل وعندنا ترنيمه كمان عايزين نقدمها بالعربي بيقول يا غاليه كيف طال الانتظار لانك انت غاليه غاليه في عيوننا غاليه في عين سوري معلش قالوا زمن ما في ما في ما في ما في طريقة بكرة هنجد بترنيمة دوت هاي هنا بدنا نتصل شكرا
Bye bye. Thank you.